ولد في نابلس وأبعد عنها من قبل الاحتلال البريطاني، فتوجه إلى القدس بإعاز من المفتي الحاج أمين الحسيني لتكون له إسهامات بارزة في الحركة الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن دوره في المحاكم الشرعية وفي مجال الأوقاف الإسلامية، ليصبح أول فلسطيني يبعد عن وطنه بعد احتلال عام 67. محطات في حياة الشيخ الراحل عبد الحميد السائح في التقرير التالي. ولد الشيخ عبد الحميد السائح والدي رحمه الله في مدينة نابلس، وتخرج منها وذهب إلى الأزهر بعد ذلك، وفي الأزهر تخرج وتعلم حتى أخذ الشهادة العالمية من الأزهر. وعندما عاد من الأزهر تولى منصب قائم مقام القاضي الشرعي، ثم ترقى وأصبح قاضيا شرعيا في مدينة نابلس، وعندها اغتيل مندوب البريطاني في نابلس. فأخذوا الوالد مع مجموعة من شخصيات نابلس واعتقلوهم وحطوهم في عكا. وعندما عاد إلى نابلس جاءه المندوب البريطاني الجديد وقال له: ممنوع البقاء لك في نابلس، اخرج من نابلس. عندها كان الحاج أمين الحسين الله يرحمه في القدس، فاتصل به أو أرسل له مندوب وقال له: احضر إلى القدس، مكانك القدس الشريف. أجد ضم الأردن للضفة الغربية في 49. على أثرها عين الشيخ الوالد رحمه الله قاضيا في القدس قاضيا شرعيا. لما اجت 67 كان الوالد في محكمة الاستئناف في عمان. كانت يوم الاثنين، معركة الحرب 67 يوم الاثنين، وكان في عمان. فطلبوا منه ان يعود لانه كان الجيش الاسرائيلي محتل المنطقة، فقالوا له: اذهب الى القدس لانه بيتك محاصر. هذا البيت كان محاصر. هلأ لما جاء الوالد إلى البيت بدأ يتحرك بشكل عفوي، فقال: أنا بدي أشكل الهيئة الإسلامية العليا. وشكل الهيئة الإسلامية العليا ودعا 32 شخصية فلسطينية من رام الله، من القدس، من نابلس، من دعيناهم، وأجوا قعدوا هون في الصالة هون. قال لهم: أنا طلعت في عقلي إنه نشكل مجلس إسلامي يكون مسؤول عن القدس والضفة الغربية. ليش أراد موسى ديان إبعاده؟ لأنه كان الوالد رحمه الله رئيساً للهيئة الإسلامية العليا من قبل أعضاء المجلس، كلهم أجمعوا بالإجماع أن يكون هو الرئيس، وكانت اجتماعاتهم في محكمة الشرعية اللي بشارع صلاح الدين. موسى ديان أصر على إبعاد الشيخ عبد الحميد إلى عمان. أجا ضابط هون على هون قال له: حضر، فيش أوعيك، أجوا الساعة 3 الصبح، حضر أوعيك. وراح شنطة صغيرة أخذ إلى عمان. لما وصل الجسر يروح على الجسر الأردني قال له: اطلع قدام، تطلعش لورا، لن تعود إلى القدس. ولكن عاد وجثة هامدة بعد أن توفي. هلأ أجا دور الأردن، اتصل فيه بهجة تلوني، كان رئيس الديوان الملك الأردني. فبهجة تلوني قال له: الملك بده إياك ضروري. راح ورجع الوالد قال لي: اللي خمنته هو اللي صار، عينوني وزير القدس وشؤون والمقدسات الدينية. قلت له: أقسمت اليمين؟ قال لي: أقسمت. عندما قرر أبو عمار رحمه الله إنه أن يكون الشيخ هو رئيس المجلس الوطني، واتصل فيه قال لي: عليك أن تعمل جاهدا لموافقة الوالد يكون رئيس مجلس وطني. فلما طلب أبو عمار اعتبرته أمرا، فذهبت إلى عمان بقول له: كان جاء في هذيك اللحظة في بيت الوالد في عمان صلاح خلف، أبو جهاد خليل الوزير الله يرحمهم، ومصطفى اللفتاوي اللي كان محافظ في رام الله، وكانوا حتى الساعة 4:30
وكان الولد يرفض أن يكون رئيساً للمجلس الوطني. اتصل أبو عمار به وقال له: عليك أن تقبل الرئاسة لأنك ستنقذ البلد وتنقذ منظمة التحرير. فواق الساعة 4:30 وافق، وأعلن أنه الشيخ وافق وحضر المجلس الوطني وترأس جلسة المجلس الوطني في عمان. وصيته كان أنه يجي على القدس حياً، ولكن إسرائيل رفضت. وكان عندما يستقبل أحد من القدس يعززه ويكرمه، قال: أنا أحتفل فيك لأنك جاي آت من القدس. القدس لم تغب عن باله لحظة واحدة. قال لي: وصيتي إليك أن تعمل جاهدا بكل جهد، أن أدفن في القدس. وبعدين جبته على القدس، جبته على البيت هون بس النظرة الأخيرة زي ما بقولوها، بعدين على الأقصى، بعدين على التربة. وهذا كانت ختامها مسك.